مثور بداية أخبارنا راح تكون مع الفولي بول وأكيد مع بطولة الأندية العربية 31 اللي ختمت من وقت قليل بفوز فريق صفاقسي التونسي باللقب على حساب البوشرية اللبناني بالمباراة النهائية 3-0. ختام كان حاجز جدا بمجمع ميشيل المر الرياضي بالمتن الشمالي، حضور جماهيري كتير كبير وشخصيات بارزة من الاتحادين العربي والأسيوي وأكيد كامل أعضاء الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة. والمباراة انتهت 25-20، 25-21 و25-18 لصالح الفريق التونسي اللي أحرز اللقب العربي للمرة الخامسة بتاريخه. هالبطولة اللي كانت برعاية XXL وكنا تبعناها بشكل مباشر وحصري على شاشة الـ MTV طوال الأيام اللي انطلقت فيها بثلاث شباط وصولا لعشرة شباط. امتاز فريق الصفاقسي بدفاعه الصلب بهالمباراة مقابل أداء جيد للفريق اللبناني يلي تقدم بالشوطين الثاني والثالث لكن من دون ما ينجح بحسم الأمور لصالحه، وتم تسليم أكيد الجوائز وكأس المركز الأول لفريق صفاقسي. البوشرية بالمركز الثاني بأول بوديوم للفريق اللبناني وكازما الكويتي بالمركز الثالث. منتابع نوصل لكرة القدم الأوروبية ومع البوندسليغا تحديدا المرحلة 21 من الدوري الألماني. امبارح كانت شهدت مباريات كتير قوية أبرزها للبايرن اللي كان عم يستقبل نادي شالكي بالأليانز أرينا وعم بيفوز 4-0. بداية ضربة جزاء لدافيد ألابا، ضربة حرة رائعة لباستيان شفاينشتايجر بيعطي فيها التقدم 2-0 بالشوط الأول للفريق البافاري، وبالشوط الثاني بتابع البايرن تألقه بسجل هدفين عبر ألابا وماريو غوميز اللي بيستفيد من تمريرة أريان روبن. من جهة تانية بروشا دورتموند كان عم يستقبل هامبورغ وعم بيخسر معه 4-1 بوحدة من أكبر المفاجآت رغم تقدم دورتموند بهدف لليفاندوفسكي برد فريق هامبورغ مع تألق اللاعب سونغ هيو مين الكوري الجنوبي. بدنا نشير لتعادل مونشنغلادباخ مع ليفركوزن 3-3. البايرن عم بيستفيد وبيبتعد ب 15 نقطة بالصدارة. بأبرز باقي البطولات الأوروبية من وقت قليل مانشستر فاز على ايفرتون 2-0، بإسبانيا برشلونة فاز على خيتافي 6-1، وبإيطاليا ميلان تعادل مع كالياري 1-1. نختم أخبارنا مع الرياضة الميكانيكية والمرحلة الثانية لبطولة العالم WRC رالي السويد الدولي. منح السيد الفرنسي سيباستيان أوجيه فريق فولكسفاجن فوزه الأول بعد ما أنهى المنافسات بالصدارة وتقدم. أوجيه اللي فاز بعشر مراحل خاصة نقص 22 على مواطنه وزميله السابق بفريق سيتروين سيباستيان لوب، فيما حل النرويجي ماكس أوتبرغ على فورد المركز الثالث. إشارة أنه لوب رح يكتفي هالموسم بأربع مشاركات وكان افتتح الموسم بالفوز برالي مونتي كارلو ورح يفوز بعد رالي الأرجنتين وفرنسا. بهالفوز هيدا أوجيه صار بالمركز الأول بترتيب بطولة العالم أمام لوب وأوتبرغ. هيدي كانت أبرز أخبارنا فادي وجيسيكا. يعطيك العافية. شكرا جورج.